2-2 مع إيناس سلامة الشواف نجمة حلقة النهاردة. بسمة، كل سنة وانتي طيبة وكل سنة والناس كلهم طيبين. فكرة ان الحياة 2-2 هو الحياة فيها دايما كل حاجة وعكسها، فيها ان انتي تضحكي في وسط عياطك، فيها ان انتي تعيطي من كتر الفرحة، فيها ان انتي تبقي في عز نجاحك بس تبقي عارفة ان لو قدمت لغيرك قدمت لك، مش المثل بيقول كده؟ لا يعني ما عندك حق في الموضوع ده. الثنائية الأولى اللي هي النجاح والفشل، بصي أنا ما بحاول طول الوقت يعني بضغط على نفسي عشان أبقى شخصية متفائلة، فبحاول إنه حتى الحاجات اللي بفشل فيها تبقى مش فشل بمعنى إني فشلت والدنيا باظت، إنما تبقى بمعنى إن التجربة بتعلم منها. فحتى مثلا لما أشترك في عمل وما يبقاش قد كده، أقول طيب أنا مش هقعد أكتئب وهقعد أعيط، إنما هقعد أفكر إيه المشاكل اللي خليته يبقى مش قد كده علشان نتعلم منها المرة الجاية. لما أنا شخصيا حاجات تبوظ في شغلي، عادة أنا ما بحبش أتفرج على شغلي، بتضايق لأني بلاقي كل السلبيات، بس لما حاجة أبقى عارفة أن أنا ما عملتهاش كويس دي بقصد أتفرج عليها عشان أعرف أشوف اللي مش كويس إيه عشان أحاول أصلحه المرة اللي بعدها. وبعدين هو يعني مش عارفة أقولها لك إزاي، بس الواحد ممكن يبقى بيعمل حاجات ناجحة 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 وفجأة مرة يعمل حاجة مش ناجحة فتجيبه الأرض. لا هو النجاح والفشل مرتبطين جدا ببعض. الواحد ممكن من كتر ما ياخد ثقة ويتغر في نفسه يفشل المرة اللي بعدها. مرتبطين جدا. التفاؤل والتشاؤم، انا لسه يلالك انا من النوع اللي بيحاول يبقى متفائل، بس لا طبعا عندي حاجات مثلا، بس ما ببقاش متشائمة بجد، بس أقول مثلا إيه لا 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 اوعي تعملي كده أنا بتشائم من الموضوع ده من جوايا قوي. مش عارفة لو أنا حقيقي بتشائم ولا لا، لأن أنا بقولك أنا بحاول إن أنا أبص للنص المليان من الكوباية أغلب الوقت. مش عارفة، ما بحبش فكرة التشاؤم. في حاجات تحسي إنه ريحها مش أحسن حاجة في الدنيا، تحسي انه جبتي بيت جديد وشغلك زاد فتقولي البيت ده وشه خير عليا، او جبتي محفظة جديدة فلقيتي ان فلوسك قلت فتقولي دي محفظة وشها شؤمة انا هرميها في الزبالة، حاجات كده يعني. بس في الحاجات الكبيرة قوي الميجر قوي ما ظنش ان في موضوع التفاؤل والتشاؤم بزيادة. 2-2 مع إيناس سلامة الشواف نجمة حلقة النهاردة. بسمة، ثنائية المحبة والكراهية دي ثنائية انترستنج جدا بالنسبة لي. انا شخص مشاعري الحقيقية ما بعرفش اكذب فيها، يعني ممكن ابقى كذابة شاطرة على الشاشة بمعنى بكذب، اللي هو دي شغلتي، احنا شغلتنا ان احنا نكذب والناس تصدقنا. فممكن ابقى بكذب بشطارة في شغلي، بس في حياتي العادية كذابة فاشلة جدا. فلو بحب حد بيبان عليا، ولو مش طايقه حد بيبان عليا. بس تحديدا الحب والكره اتعلمت من خلال بقى قعدات مع اطباء نفسيين وقرايات، وحتى من خلال الدنيا اتعلمت انه الاتنين مشاعر. يعني انت ما ينفعش تقولي خلاص انا تخطيت علاقة الحب الفاشلة دي، انا بكرهه، عارفة انت الجو ده؟ لا، بتاع بكرهه ده معناه ان لسه في مشاعر. هو عكس الحب الاندفرنس، انك تبقي في حالة مش فارق معاكي الشخص ده بجد. انما الكره ده شعور برضو، واحيانا بيبقى من كتر ما انت مثلا موجوعة من حد فتبقي حاسة انك بتكرهيه. لكن الكره الحقيقي بقى بيتهيالي ان ده احساس رير جدا في الحياة، انك تبقي بتكرهي حد بجد لله في لله،
وانت بتكرهيه وما هوش عكس احساسك بالحب، ما هوش رد فعل الموقف سخيف مع حد، انما كراهية شخص او شيء، بلاقي ان ده شعور صعب جدا البني ادم يوصل. انا بالنسبة لي يا اما بحب يا اما مش فارق لي. بس ازاي بحاول ادمج نفسي مع دايرة اللي بيحبوني او اللي مفيش توافق بينا؟ بصي، ومش عايزة ابقى شكلي مغرورة، بس هو انا رأيي ان البني ادمين لازم يحسوا بقيمتهم اكتر من كده شوية. لو في ناس انا تقيلة على قلبهم، مش حابيني، مش حابين يقعدوا معايا، خلاص هعمل ايه؟ انا مش هفرض نفسي على حد. وفي النهاية لو انا مقدرة نفسي صح، يبقى زي ما بيقولوا بالانجليزي they're lost، هم الخسرانين، هم اللي هينقصهم معرفتي، مش انا اللي هينقصني معرفة حد. اللي مش حاببني ما يلزمنيش زي ما انا ملزموش، انما اللي حاببني واللي انا حباه بيبقى باين علينا، وبيبقى فيه لما بتبقي بتحبي بني ادمين زي بالظبط لما بتحبي عيالك، بتعدلهم حاجات ظريفة جدا. في المثل البلدي بيقولك، انا بحب المثل جدا، المثل بيقولك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. انا ليه اهنج، ليه ابقى في وسط ناس مش حابيني يتمنولي ان انا اغلط؟ ليه؟ هو مش تعذيب للنفس؟ لا، ابقى في وسط ناس انا حباهم وهم حابيني وعارفين نتعامل مع بعض وعارفين نعدي لبعض غلطات وعارفين الحياة تبقى ظريفة كده سلسة. اتنين اتنين مع إيناس سلامة شواف، نجمة حلقة النهاردة بسمة. ثنائية الأفعال والأقوال. هقولك على حاجة شخصية جدا فيا. أنا بني أدمة مش عاطفية، مش إني أشوف الناس يا حبيبتي وحشتيني، أو واحدة صاحبتي يبقى عندها مشكلة فتقعد تعيط وقعد أعيط جنبها. لا، أنا شخص طيب ماشي عندنا مشكلة هنعمل إيه؟ هنقعد نطبطب على بعض ونتكلم كتير؟ لا، أنا ما أحبش الكلام الكتير، لا أنا أحب أتصرف أشوف حل. عندك مشكلة 1 2 3 4، نفكر نفصص المشكلة. لا، أنت هتقعدي تعيطيلي؟ لا لا لا، فوقيلي كده علشان نحل المشكلة. أنا دي شخصيتي. أنا قليل قوي لما أقعد أقول للناس بحبك وبحبك، يعني حتى في علاقات الحب أنا مش بتاعة التسبيل والجو ده. أنا ماشي لو أنا بحب حد ببقى حابة أني أشوف، وده على فكرة مش في العلاقات العاطفية بس، بحب أهلي، بحب أخويا، بحب أصحابي، بحب شغلي، أحب أنه أشوف المحبوب ناجح أو بلا مشاكل، فبالتالي مش هقعد أعيط جنبه، لا أنا هقعد أفكر إزاي نحل المشكلة. ده بقولك على مستوى العلاقات الإنسانية أو على مستوى الشغل. يعني لو مثلا شغالة في مشروع والمشروع ده تعثر لأسباب قبل للحل حتى لو صعبة، اقعد افكر طب هنحل الموضوع ازاي، ما اقعدش اعيط جنب المشروع، بعزل كنبة ما دخلتش من الباب، مش هقعد اعيط جنبها، هفكر هحاول احل، هكلم ناس بتفهم اكتر مني. انا شخص افعال اكتر من اقوال الحقيقة. بالنسبة للأفعال والأقوال في مجال شغلي، انت بتقولي الممثل ممكن يبقى عامل دور حلو ويكتفي بده، أو يبقى عامل دور حلو ويقعد يتكلم عليه. انا بعرفش اتكلم على شغلي قوي، انا احب شغلي هو اللي يتكلم عني، افضل ان شغلي هو اللي يتكلم عني، فتلاقيني طول الوقت بهرب من فكرة الانترفيوهات. يعني مثلا واحنا بنجهز لشغل او احنا بنصور لشغل في الميديا داي اللي هو اليوم اللي بيبقى تقيل قوي على قلبي ده، يكلمينا بقى عن الدور، او لا معلش اول ما يتعرض الدور تعال انت كلمني على انتقاداتك على الدور او ملحوظاتك عن الدور. يجي بقى يكلمني على الملحوظات، فلاقي الملحوظات كلها ايجابيه، فقوله طب انا مطلوب مني اتكلم في ايه؟ ما بقى يعني ما اعرفش، انا يمكن انا شخص مش كلامنجي، اصحابي بيتريقوا عليا يقولوا لي الموديل بتاعك نازل ب3 كلمات، انا شخص مش بتاع كلام كتير. اتنين اتنين مع إيناس سلامة شواف، نجمة حلقة النهاردة بسمة. ثنائية الحضور والغياب. مرة تالتة هرجع للأمثال وأقولك بعيد عن العين بعيد عن القلب.
للأسف. والبني أدمين بطبعهم نسيين، وأنا شخصيا مريت بالتجربة دي. أنا في فترة كنت في حتة أحسن منطقة في كاريري، وغبت لظروف شخصية كام سنة، رجعت لا كان في شوية ستراجل إنه الناس ترجع تفتكر إن أنا موجودة. لما بيشوفوا شغلي اللي قبل كده، والله برافو كانت ممثلك، راحت فين دي؟ ويمكن لان انا شخص مش اجتماعي قوي ومش بتاع كلام كتير، انا هنا بقى برجع خطوة لورا، فتلاقيني غايبة عن مثلا مناسبات كتير. الحضور بالنسبة لي انا رأيي، في رأيي الشخصي، اهم ان الشخص يحاول يحافظ عليه، لان الغياب هيفتكروكي يوم اتنين تلاتة، بس بعد 3 اشهر 6 اشهر سنة بالكتير لو انت عبقرية هتبتدي تتنسي، الا في حالات العبقرية الفزة زي الله يرحمهم بقى سعاد حسني، احمد زكي، شادية، الناس الكبار دول اللي سابولنا تراث وتاريخ من افلام عايشة معانا، او العلماء الكبار اللي تعبوا نفسهم وعملوا مجهود وما كانوش حاضرين بشكل فعلي، لأنهم حاضرين في معمل بيجهزوا لبريك ثرو هيقلب العالم، ساعتها الغياب مقبول. النبي أنا هقول كلام بقى سخيف دلوقتي، أنا يا جماعة بضغط على نفسي علشان أتعامل مع عالم السوشيال ميديا، لأني شايفة أنه عالم خيالي افتراضي مبين كل حاجة جميلة، والناس كلها قاعدة على السحابة الروز ومدلدلة رجليها، والدنيا فلافي ومحدش عنده مشاكل. أنا عندي أزمة كبيرة في ده، يعني أنا حتى كتير يقولولي وضغطت على نفسي والله العظيم علشان ما بقاش ديمودي وما بقاش من قرن تاني، ويقولولي كل الناس اللي حواليا سواء بقى أصدقاء أو زملاء في الشغل أو ناس متخصصين في السوشيال ميديا، أنت ليه حضورك قليل على السوشيال ميديا؟ ما عنديش حاجة أقولها، ما بعرفش أطلع أقول اللاشيء يعني مش أنا أسفة والله يا جماعة لكل الناس اللي مقتنعين بعالم السوشيال ميديا، أنا أسفلكوا جدا، وأنا عارفة أنه ده مفيد في حاجات كتير جدا، بس أنا بشكل شخصي ما بعرفش أعمله كويس. ثنائية الصحة والمرض زي كل البني آدمين، أتمنى أن أنا طول الوقت أبقى بصحة جيدة، لكن للأسف أنا بني آدمة مهملة جدا في الموضوع ده، يعني لو عندي مشكلة وعارفة أتعامل معاها بتعامل معاها وبمشي حالي، لو المشكلة دي بقى خرجت بعيد عن إيدي تماما ساعتها هضطر أروح لدكاترة، وده على المستوى على فكرة العضوي والنفسي، الجسدي والنفسي في الحالتين، بس أنا في موضوع الصحة والمرض ده ما بتهدش غير لما تدب على بوزي. يعني أول مرة جات لي كورونا مؤكدة قعدت في حالة إنكار لمدة 3 أيام لفكرة إن أنا عندي كورونا، وصحابي اللي كانوا معايا في نفس المناسبة يقولوا لي يا بنتي أكيد عندك كورونا، إحنا عندنا، إحنا عملنا التست وطلعنا إيجابيين، أقول لهم أنا لا، لحد ما في الآخر عملت التست وطلعت إيجابي واتدبيت على بوزي وكحرت جامد. فيعني في الحتة دي أنا بعند في مواضيع الصحة، بس ده غلط. النصيحة اللي أحب أقولها للناس، لا خلوا بالكم من صحتكم لأن الصحة ما بتتعوضش. 2-2 مع إيناس سلامة الشواف، نجمة حلقة النهاردة بسمة. ثنائية التشجيع والنقد واللي بيجي تحتها التملق والنفسنة. التشجيع، مين فينا ما بيحبش يتشجع؟ كلنا بنحب نسمع كلمتين حلوين يشجعونا، لكن لما بيبقى في نقد على أسس، يعني في بالعكس أنا بحب أسمع النقد، أو بهتم، مش بحب، محدش بيحب يسمع النقد، بس بهتم إن أنا أسمع النقد أكتر من أما بهتم إن أنا أسمع التشجيع، لأنه في النقد هيقدر يقولك أنت مثلا
في كذا اتصرفتي بالطريقة الفلانية في حين ان انت كان ممكن تعملي 1 2 3 4. انما في التشجيع هيقولك اه برافو عملتي شغل كويس، مش هيديكي مسببات للبرافو. فانا النقد اللي بجد احب اسمعه، انما اللي يضايقني اللي يقولي وحش وخلاص. طب ما تقولي وحش ليه؟ علشان استفيد يعني. اتعب نفسك كده معايا وفكر وشغل دماغك عشان تقولي ليه، ايه اللي مش كويس عشان انا اشتغل عليه، اتعب نفسي واشتغل عليه وما كرروش المرة الجاية. التملق والنفسانة بقى ما بحاولش افكر فيهم، بيتحسوا طبعا طبعا بيتحسوا. لما حد يقولك وحش علشان قصده انه يضايقك بتبقى باينة، لما حد يقولك حلو وهو لا يعني من جواه انه حلو بتبقى باينة. ما تقدريش تمسكيها بس بتحسيها، وفي الحالتين ما بحبش، في الحالتين بتضايق، وفي الحالتين بتبقى ابتسامة صفرة جدا. العلم والجهل برضو ثنائية مهمة جدا، كلنا بنحب نبقى عارفين كل حاجة طبعا، بس الأمومة بقى بالذات. يعني زمان كنت بقول ما أعرفش بس وأنا مستكبرة أن أنا أقول ما أعرفش، وقبل ما أقول ما أعرفش أقعد أفتي شوية زي كل الأشخاص الفتيين. بعد ما بقيت أم اكتشفت الليابيليتي، المسؤولية اللي بتيجي مع كل معلومة بتطلع من بقك تدخل في دماغ الطفل، لأن الطفل بيصدق في المقام الأول أهله ثم مدرسينه ثم أصحابه والدنيا في السن الصغير. فما كانش ينفع إن أنا أقول لبنتي أي معلومة غير لو أنا متأكدة إن هي صح. فابتدى يبقى ردي والله مش عارفة بس إحنا ممكن نعمل ريسيرش ونشوف. طب ما تيجي نسأل، ما تيجي نقرأ. فما بقيتش بتكسف أقول مش عارفة. 2-2 مع إيناس سلامة شواف، نجمة حلقة النهاردة بسمة. ثنائية الأمن والخوف، أنا بشكل شخصي جزء من إحساسي بالأمن أو بالخوف، الإحساس هو برضو وجهين لنفس العملة، إنه أنا عارفة إن أنا في شغلانة التحويش فيها صعب جدا، ما فيهاش معاشات، ما فيهاش أمان لما بتكبري في السن، وكل ما الممثل أو الممثلة بيكبر كل ما بتقل فرصه في العمل، أولا لأن في أجيال جديدة بتظهر، ثانيا لأنه مرحلته العمرية بتختلف وبيبقى بس مستني الأدوار المناسبة اللي في المرحلة العمرية. أحيانا الممثلين بيوصلوا لمرحلة سنية ما تسمح لهمش أصلا إن هم ينزلوا يبذلوا المجهود المطلوب في الشغلانة دي، والشغلانة دي عكس ما الناس فاكرة. الناس فاكرة إن إحنا بنروح اللوكيشن تبقى إيدنا في مية المانيكير، لا يا جماعة، إحنا بنروح نتعب جدا وبنشتغل عدد ساعات طويلة جدا، ولو حضرتك أو حضرتك بتشتغلوا 8 ساعات من 9 إلى 4 يوميا 5 أيام في الأسبوع، فلأ أنا لما بشتغل يوم شغلي القصير، اليوم القصير بيبقى 14 ساعة، أحيانا بشتغل بال 24 وال 30 ساعة متواصل، وده مش أنا بس، ده كل الممثلين على فكرة في مصر. ولأ أنا ما عنديش ويكند، ولأ أنا ما بعرفش أنظم حياتي مع أهلي ومع عيالي، فلأ هي شغلانة بدنيا صعبة جدا ونفسيا صعبة جدا جدا، لأنه حضرتك لو في يوم رايح شغلك وانت متضايق وتعصبت الناس هتعتذر لهم بعد كده، فهيقولوا لك لأ تمام يا معلم وعديها وما اعرفش ايه. إنما أنا لو متضايقة جدا فمش عارفة أعمل المشهد، حضرتك وانت بتتفرج مش هتسامحني وهتقول عليا ممثلة فاشلة، وبالتالي مش هشتغل المرة الجاية وابقى قاعدة في بيتي حاسة بعدم الأمان وحاسة بالخوف من بكرة. فلأ أنا حتة أحاسيس الخوف والأمان دي ما بحبش أتكلم فيها، لأن هي بتخبط على حتة بتوجع أو بتخوف أو يعني دي. الإيجابية والسلبية،
برضو هنرجع نتكلم تاني في العالم الافتراضي الخيالي اللي كل الناس فيه المفروض تبقى كويسة، فالمفروض الناس كلها تبقى إيجابية ويطردوا الأفكار السلبية والكلام الحلو ده كله. بس احنا بني آدمين يا جماعة، غصب عننا بيبقى في أوقات مليانة أحاسيس سلبية وبتأثر علينا سلبا، وزي ما بيقولوا بندخل جوه القوقعة ونبقى مش عايزين نكلم حد ومش عايزين نتعامل مع الدنيا فيعني دي حاجة طبيعية جدا. اتنين اتنين مع إيناس سلامة شواف، نجمة حلقة النهاردة بسمة. ثنائية الجسد والروح، معرفش يمكن دي حاجة شخصية كل بني آدم بيوزنها بطريقته، و أنا بشكل شخصي عندي قناعة إنه ربنا حكمه على الأشياء ما هوش 1 2 3 4، إنما ربنا هو اللي خلق كل المخاليق دي وهو اللي عارف اختلافاتهم وقدرات كل بني آدم وشخصية كل بني آدم. وقناعتي الشخصية إن ربنا مش بيحاكمنا أبيض وأسود، إنما بيحاكم كل بني آدم على حسب شخصيته اللي هو عارفها لأنه هو اللي خلقها. فالتوازن ما بين الجسد والروح مرة تانية أنا بقولك هو شيء شخصي جدا، كل بني آدم بيوصل للتوازن اللي مريح بالنسبة له في علاقته بالرب من ناحية وبالعالم اللي حواليه من ناحية تانية. أرجوكي ثنائية الخير والشر، أنا بقى شخص شرير جدا، أو قررت أن أنا هبقى شرير جدا لأن أنا زهقت وتعبت وجبت آخري، فأنا هبقى شرير إزاي معرفش بس هبقى شرير. لا في الفن بحب، ما جاتليش فرصة أن أنا أعمل أدوار شر، جاتلي أدوار ملمسة على شر كده من بعيد، بس أنا نفسي أعمل دور شرير. أولا لأن الشخصيات دي موجودة في الحياة وفي بني أدمين أشرار ومهم إن احنا نجسده، وفي بني أدمين أشرار بمنطق أو بسبب، وفي بني أدمين أشرار بلا منطق وبلا سبب. لكن كمان في جزء مهمة جدا، احنا كبني أدمين طول الوقت بنحاول نكبت طاقة الشر اللي ربنا خلقها جوانا. الممثل عنده ميزة بقى انه يقدر يطلع طاقة الشر دي من خلال تمثيل وبالتالي من غير ما يضر حد. فشكرا يا رب انك خلقتني ممثلة علشان لما تجيلي فرصة اني اطلع طاقة الشر اللي جوايا اطلعها بطريقة مش مضرة لأي حد. ثنائية الحياة والموت، انا بخاف من الموت، بخاف منه قوي، او مش بخاف منه بس مش مستعجلة ومش عايزة دلوقتي خالص، وشايفة ان انا لسه عندي حاجات كتير قوي 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 عايزة اعملها. فلا ابعد يا موت، ما تجيش دلوقتي، لا ليا ولا لحد من اللي بحبهم. اكيد الحياة حلوة بس نفهمها. اتنين اتنين مع إيناس سلامة شواف، نجمة حلقة النهاردة بسمة. بسمة كائن نهاري ولا ليلي؟ كنت ليلي بقيت نهاري. بتحبي النور ولا الضلمة؟ أحب النور. شتا ولا صيف؟ صيف. نوم ولا صحيان؟ يعني نوم أوقات وصحيان أوقات، أنا بحب يعني أحب أنام 10 ساعات في اليوم مثلا. الشغل ولا الأجازة؟ وقت الشغل ببقى عايزة أجازة بقى عشان تعبت، بس أول ما تيجي الأجازة أقول يا نهار اسود وأنا هقعد كتير قوي كده مأجزة، عايزين نشتغل بقى يا جماعة ما يصحش. إحساس الشبع ولا إن يبقى لا شوية في حتة الجوع؟ لا أنا أحب أبقى شبعانة بقى، ما أحبش إحساس الجوع ده وبيضايقني خالص. والحقيقة إنه الأكل من البلاجرز القليلة اللي الواحد المفروض يستمتع بيها ويبقى مبسوط. المشكلة إنه إحساس الشبع بيجي معاه إحساس التخن، هو ده اللي مؤرق، بس أنا أحب إحساس الشبع جدا. نشيطة ولا كسلانة؟ أنا شخصية كسلانة جدا، مش نشيطة خالص. نشيطة لما بيبقى عندي حاجة لازم تتقدس، طول ما أنا ما عنديش حاجة شخص كسول جدا، ممكن أقعد على الكنبة 7 ساعات ما أتحركش. هادية ولا سلات الغضب؟ بقيت بني أدمة هادية، بقيت ما بغضبش بنفس السرعة، أو بغضب بس بمسك غضبي. تحبي اللبس الفورمال ولا الكاجوال؟ أنت عارفاني طبعا أنا دايرة على طول بالفورمال، على طول لابسة التيار أو البدلة والجزمة بكعب. أنا شخص كاجوال جدا 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 جدا، أكتر من الشخص العادي يعني اللي هو مش بيشتغل ممثل ولا مشهور ولا أي حاجة.
أحلى حاجة في الراجل في كلمة والست في كلمة. أحلى حاجة في الراجل في كلمة. ما أحبش أنا أتكلم عن الرجالة، أحبش أتكلم على حد ما أعرفوش. الستات أحلى حاجة فيهم قوتهم. إمتى بتبقى ديكتاتورية وإمتى ديمقراطية؟ هو في حاجات في الدنيا الديمقراطية هي إن كلمتي أنا اللي تمشي، فأنا مش عارفة الحد الفاصل ما بين الديمقراطية والديكتاتورية في حبة حاجات في الدنيا، خصوصا لو الحاجات دي متعلقة بالتربية. بس مشكلة إنه عيالنا ما بيقبلوش ده، فبيبقى كلامنا في الهواء. طيب بعد كل ده، شايفة الإنسان مسير ولا مخير؟ الإنسان مسير مخير في نفس الوقت. دي معضلة العالم كله قاعد يفكر فيها كتير 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 كتير. بس أنا لأن جزء من دراستي في كلية الأدب قسم اللغة الإنجليزية، درسنا أجزاء من الملحمة اللي اسمها الكوميديا الإلهية بتاعت دانتي أليجيري، ومن أكتر الحاجات اللي كانت مميزة بالنسبة لي وفضلت ثابتة في دماغي فكرة إن الإنسان مسير مخير، زي ما دانتي أليجيري قال إنه ربنا رسم لك أو مدي لك اختيارات كتير، مدي لك ثلاث طرق، بس ربنا عارف أنت هتختار أي طريق. فهو هو اداك الاختيارات، بس هو ربنا عارف انت اختيارك هيبقى ايه، وبيزد على الاختيار ده مديك اختيارين ثلاثة بعد كده، بس عارف انت هتختار ايه.